نعم أيمن. مرحبا مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة معنا عبر كتابة تعليق أو تغريدة مسبوقة بهاشتاج مصر أندرسكور الليلة، كما يمكنكم أيضا متابعة ما يحدث في كواليس مصر الليلة عبر نافذتنا على إنستغرام، ونستعرض الآن ما لدينا خلال هذه الساعة. إذن تسريبات مكتب السيسي ما زالت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة هوس تجتاح الإعلام المصري، والتسريبات بعد أن كانت في دائرة التجاهل تنتقل إلى دائرة النفي ثم التبرير. أما القضية الرابعة والأخيرة مع بدء قانون المرور الجديد وتغليظ العقوبات على المخالفين، هل سيؤدي القانون لحالة انضباط في الشارع المصري؟ وهل لديك تجربة لطريقة تطبيق هذا القانون؟ إذن هذا ما لدينا خلال هذه الساعة، بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر، وذلك العادة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. لك أيمن. شكرا لك حسام. تتواصل ردود فعل السلطات القائمة وأدواتها تجاه التسجيلات المعروفة باسم تسريب مكتب السيسي، والتي تدرجت من التجاهل المطلق إلى النفي والتشكيك وحتى الحصار والحظر والتجريم القانوني. وصرح قضاة بأن الحبس سيكون مصير من يشارك في تداول تلك التسريبات أو نشرها، فيما دعا رجال مخابرات وإعلاميون إلى مواجهة تلك التسريبات بإنتاج أفلام جديدة تستخدم أصوات راحلين لتأكيد إمكانية تقليد الأصوات. أما آخرون مثل رجل الأعمال نجيب سويرس فقد اعتبر أن تلك المخالفة القانونية هي حق مشروع من أجل سلامة الوطن على حد تعبيره. رغم مرور أيام على تسريبات مكتب السيسي والتي نشرتها إحدى القنوات الفضائية، إلا أن الجدل حولها ما زال يكبر ويأخذ منحنيات تضيق وتتسع حسب طرفي النقاش. فبعد أن كان التعامل الإعلامي سواء الحكومي والخاص مع هذه التسريبات بالتجاهل التام وكأن شيئا لم يحدث، إلا أنه بعد بروز الخبر وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي لأربعة أيام متتالية، بالإضافة إلى احتلاله حيزا هاما في الصحافة الأجنبية، دخلت التسريبات تحت التعامل الإعلامي المصري، وبعد التجاهل الطويل ظهرت على استحياء في القنوات الخاصة بالنفي التام، تلاها اتهامات بأنها عمل مفبرك يستطيع أي فني إنجازه، مستدلا بمكالمة لمنى زكي في فيلم أولاد العم، لكن مؤلف الفيلم ذاته اعتبر بالفعل أن الجهاز الذي يفبرك الصوت موجود ولكن ينقصه بقدونس حتى يعمل. أولاد العم عندما كانت منى زكي تتحدث إلى خالتها في مصر، ده مشهد معروف جدا. المشهد ده خاص بالمخابرات الإسرائيلية. كانت بتحدث خالتها في مصر وشريف منير كان ضابط مخابرات إسرائيلي وكان واخد مقطع صوتي من صوت خالتها وبيكتبوا حوار مكتوب على الكمبيوتر، الحوار دوت بيتحول لحوار صوتي بعد أخذ بصمة من الصوت. هدأت الأمور بعضا من الوقت بعد نفي مؤلف أولاد العم، ولكن ذات التصريح عاد مع مساعد مدير المخابرات الأسبق بأن تسريبات عمل مخابراتي كبير اشتركت فيه عدة دول من أجل فبركته، مطالبا الفنيين في مصر بعمل تسجيلات مماثلة بأصوات أنور السادات وأنور وجدي حتى يعلم الجميع إمكانية الفبركة. لازم نثبت للمشاهد والمستمع في كل القنوات إن هذا الموضوع ممكن تنفيذه ببساطة شديدة وبمهارة عالية. نقدر نعمل أحداث الاتحادية بصوت المرحوم أنور السادات أو بصوت أنور وجدي. لازم نرد على العمل الخفيف الفني المتقن ده بعمل مماثل. ولكن بعد النفي المتكرر من نشطاء وفنيين لوجود جهاز يمتلك هذه التقنيات، بدأت موجة جديدة، لكن هذه المرة ليست بالنفي ولكن بالتبرير. امبارح لقيت حد طالع يقول والامن القومي المصري، طب والراجل اللي كان بيسجل لميركل يعني اوباما كان بيسجل للمستشاره الالمانيه اخبار الامن القومي الالماني ايه؟ ولكن المريح بحسب الذات الإعلامية بأن هذا التسريب يعني سيكون الأخير، لان المنطقي ان الضابط الذي سجل هذا التسريب استقال على اثرها. الضابط اللي سجل الكلام ده ماشي، الجهاز اللي بيعمل الكلام ده ماشي، مش هيعمله تاني، فلازم دي اخر حاجة يعملها.
تم سجل لمركز الدار المخابرات. ولمتابعه ردود الافعال حول تسريبات مكتب السيسي ارحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي محمد القدوسي وياسر الهواري عضو جبهه الانقاذ. اهلا بكما. اهلا بك. طيب وياسر يعني عضو ائتلاف شباب الثوره السابق وعاملين ائتلاف شباب ايه دلوقتي الحالي؟ لا ما فيش لسه حاجه. عضو ائتلاف شباب الثوره طبعا معلوم ياسر الهواري، لكن اسمحوا لي ان ارحب ايضا بسياده المستشار احمد سليمان وزير العدل الاسبق عبر سكايب من القاهره. سياده المستشار اهلا بيك معنا. يعني الاول اسمح لي نتكلم على البيان او التصريح اللي اصدرته النيابه العامه بالتشكيك في مدى صحه تسريب مكتب السيسي اللي عليه ردود افعال واسعه، ووجهت اتهام مباشر لما أسمته أذرع إعلامية للإخوان المسلمين والجماعة الإرهابية، وقالت مباشرة أن هذا تسريب يقصد به الإخلال بالأمن القومي وأنه مفبرك. كيف تقيم هذا البيان من النيابة العامة؟ لا شك أن بيان النيابة العامة قد وقع في خطأ جسيم جداً. إذا كنت تعلم من البداية أن هذه التسجيلات مفبركة وأن الذي قام بها هم الإخوان المسلمون فعلامة التحقيق. الأمر كان يتعين الاقتصار على حالة الأمر للتحقيق، والتحقيق يكشف ما إذا كانت صحيحة أم مفبركة، وإذا كانت غير صحيحة من الذي قام بها وما الدليل عليه. أما أن يستبق الأحداث ويعلن ويقطع بأنها غير صحيحة فهذا خطأ فادح في البيان، وكذلك توجيه الاتهام لأحد بعينه أيضا خطأ آخر. هل كان من الوارد أن تأمر النيابة بالتحقيق مع قيادات الجيش المذكورين في هذا التسريب؟ بالطبع لابد أن يشملهم التحقيق ويواجهوا بهذه التسجيلات وتؤخذ ملاحظاتهم عليها، هذا حقه. نعم. طيب يعني أيضا النائب العام كان من الأسماء التي ذكرت في هذا التسريب، فكيف للنائب العام أن يطالب بالتحقيق؟ يعني هذا أمر غير منطقي، وربما النائب العام يعلم تماما أنه لم يوجه أي رسالة إلى هذه القيادات، وبالتالي فعنده علم يقيني بأن هذه التسريبات مفبركة وغير حقيقية. قد يكون ما نسب إلى النائب العام غير صحيح، ورغم هذا تثبت صحة التسجيلات، بمعنى أن الواقعة التي رويت باعتبار أنها نقلت عن النائب العام قد تكون الواقعة غير صحيحة وتكون التسجيلات صحيحة. كان الأليق والأوفق أن يطلب نائب قاضي للتحقيق لمباشرة التحقيق في هذه الواقعة. طيب بالنسبة لقضية التخابر النهاردة كان فيها يعني تلاسن بين الدفاع والنيابة والمحكمة، يعني بشأن هذه التسريبات كيف تنظر إلى ما تم في محاكمة اليوم؟ حقيقة أنا لم أتابع الجلسة، إنما إذا تقدم الدفاع بأي دليل فالمحكمة تعين عليها أن تقبله وتبحث مدى صحته ثم تأخذ به أو ترد عليه. دور وزارة العدل هنا إيه يا سيادة الوزير؟ نعم، دور وزارة العدل هنا إيه في مثل هذه الحالات؟ لا، الوزارة لا شأن لها، لا تتدخل في عمل القاضي على الإطلاق، ودي مسألة في غاية الخطورة لو سمح بها. يعني طيب ألم يكن أجدى بوزارة العدل أن تنتدب قاضيا للتحقيق طالما موضوع النيابة العامة تعتبر محل خصومة هنا، لأن النائب العام مذكور في هذه التسريبات؟ نعم، هو كان الواجب أن يقدم بلاغ سواء من النائب العام أو من غيره لمجلس القضاء الأعلى ليحيله لوزير العدل، أو يقدم لوزير العدل مباشرة بطلب نائب قاضي لتحقيق هذه الواقعة. طيب سيادة الوزير أرجو لو تبقى معي إلى الاستوديو مع الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي. ردود فعل السلطة وأدواتها على التسريبات اللي بدأت من التجاهل أولا لهذه التسريبات في نفس الليلة، السيسي كلم قناة فضائية والناس قالت ده حسني مبارك مات، وسائل الإعلام، بعد كده التشكيك الإعلامي، ثم الحصار، ثم الحظر القانوني وحظر النشر. ما دي المراحل اللي اتكلم عنها غاندي، سيتجاهلونك ثم يحتقرونك
ثم ينصعون لك إن كنت على الحق. هو دي المراحل اللي اتكلم عنها غاندي بالضبط في مقاومة أي طاغية. أي طاغية في الأول حولك يا عم ده شوية عيال، يا سيدي خليهم يتسلوا، يا سيدي هنبعت لهم بونبون، ده التسريبات دي أي كلام، ده احنا مش هنجيب سيرتها في الإعلام. بعد شوية يبدأ يحاول ان هو يحقر من شأنك او يقلل من شأنك بالكذب، لانه طاغية ولان ما عندوش بضاعة غير الكذب وغير التزوير. هو مدان هنا بايه؟ هو مدان بالتزوير. فانا مش هستنى منه ان هو يصدق وهو بينفي التهمة عن نفسه. وبعدين بعد كده هيضطر للانصياع للحق ان احسنت انت ادارة المعركة التي اراها حتى الان لا تدار بالكفاءة المطلوبة. بالمناسبة يعني عشان بس نحط الحاجات في مكانها، أنا معايا بدل الاعتراف 50 على صحة التسريبات. من هذه الاعترافات الواضحة الصريحة اللي حضراتكم عرضتوه في التقرير، اللي طبعا عندي الأدلة اللي أنا ذكرتها قبل كده، اللي هو جوجل إيرث، الموقع اللي اتغير شكله في خلال شهر من جزء متصل بقاعدة أبو قير إلى جزء مستقل. عندي دليل اللي هو اللي ذكرته، اللي هو كلام وزير الداخلية برضو مع عمرو أديب لما قال له احنا لغاية يوم 4 نوفمبر ما كناش نعرف الرئيس فين ولم يكن محتجزا في سجن. عندي دليل تصريح المتحدث العسكري يوم 17 يوليو 2013، لما قال محمد مرسي غير مطلوب على ذمة أي قضية وغير محتجز في أي قضية، وإحنا محتجزينه للحفاظ على حياته. طيب، طيب كويس، محتجز وأنت محتجز بشكل غير قانوني حسب اللي أنت اعترف. أنت بعد كده طلعت قلت ده أنا حطه في سجن من يوم 3/7. بس هو عنده خلي بالك، خلي بالك، هو نفسه قال أنا حطه في سجن من يوم 3/7. هو يوم 17/7 انا مش حاطه في سجن، هو مش مطلوب على ذمه اي قضيه. طب انت 14 يوم حاطط مواطن بريء غير مطلوب على ذمه اي قضيه في سجن، طب مش دي جريمه؟ هو عنده برضو ادله تانية 50 دليل زي ما حضرتك قلت، انسف كل ده. قال لك في احنا في اصوات ممكن تتقال يا راجل، ده كلام في العبط. استنى بقى، انا هقول لحضرتك اهو. عندي بقى دليل دلوقتي حالا اللي قاله عمرو اديب، قال لك ده هو ضابط مخابرات هيسيب شغله وعايز ينتقم. إذن التسجيل صحيح والداعي هو الانتقام. أنا موافق جدا، موافق على أي حد في الدنيا، موافق على أن يكون التسجيل ده اتسرق، أنا ما عنديش مانع. ليه؟ لأنه في القانون المصري والعرف القضائي والقانون الدولي يجوز التحصل على دليل البراءة من أي طريق ولو كانت غير قانونية. دليل الإدانة ولا لازم يبقى تسجيل مأذون بيه عشان أجيب إدانة في قضية رشوة ولا غيره؟ لكن أنا أقدر أسرق دليل براءتي من جيبك وأروح المحكمة وأقول لهم ده أنا سرقت محفظة أيمن عزام عشان أخد منها دليل براءة، فلا أحاسب على طريقة التحصل على الدليل ويؤخذ بالدليل. كويس؟ اللي بيقول لك بقى ده فيلم ولاد العم، سيبك من ان مخرج ولاد العم نفسه طلع لهم ده بس الاختراع لسه ناقص بقدونس اتريق عليه. طيب ما انا لو هاخد بقى بافلام السينما، انا عندي المستذئبين وعندي مصاصين الدماء وعندي التايم ماشين وعندي النوتيلوس الغواصه بتاعه الكابتن نيمو، ايه رايك بقى لو نحول القضاء كله الى ان احنا نستنى المستذئب ومصاص الدماء وغواصه الكابتن نيمو؟ استاذ ياسر الهواري، عضو ائتلاف شباب الثوره، ايه يعني زي ما بيقول بعض الناس ومنهم نجيب سويرس انه حتى لو كانوا هم بيتفقوا فعلا وان التسريب ده صح 100%، ده برضه لصالح مصلحه الامن القومي؟ ما حدا باحد الاعلاميين يقول انه لا ده احنا هنحب جيش اكتر لو طلع التسريب ده صحيح. وفي ناس قالت لك هو يعني خلينا نتكلم في النقطه دي الاول وبعد كده نكمل الباقي. طيب بص، انا اول تعليق ليا على الموضوع، اولا مساله انه الدكتور مرسي محتجز، ما احنا عارفين الكلام ده من يوم 3/7. يوم 3/7 بعد الظهر ما كانش الدكتور مرسي مطلوب لاي قضيه، ما كانش موجود، والناس كلها كانت عارفه ان هو محطوط تحت الاقامه الجبريه او محطوط في السجن او محطوط في يعني محتجز باي شكل من الاشكال، وكانت اشطن بتيجي تشوفه او بتقعد تتكلم معاه بتحاول تحل الازمه. فالمساله انا برضو مش يعني انا لما قلت قبل كده ان لا يعنيني قوي الكلام، في بعض الناس تخيلت انه انا بقول كده يعني ان الحكايه مش مهمه بالنسبه لي. لا، انا اللي اقصده انه هي دي الموضوع ده مش جديد. موضوع ان الدكتور مرسي محتجز بدون قضيه ما كانش جديد، والمساله كانت ليها علاقه يعني انه يبين حاجه في موضوع احتجاز مرسي ده مش هو المهم. مش هو ده الموضوع اللي بقى المهم إذا مش موضوع ليه بقى مش مهم ليه؟ لانه معروف اصلا. طيب، انت الحكايه كلها في انك انت من بعد 3/7 في رئيس اتعزل فانت احتجزت، واطلع قول كده، وانت قلت كده فعلا مش جديده يعني مش جايه خالص يعني. هي بقى الازمه بالنسبه لي في ايه؟ انه انا قلت قبل كده ان اللي سجل ده سجل ايه تاني؟ والايه التاني ده طالما ان انت قدرت توصل لواحد من المجلس الاعلى للقوات المسلحه تسجل له، ده معناها انك انت قادر توصل للباقيين. طب الباقيين دول بيتكلموا في ايه؟ في المعلومات اللي تخص ايه؟
تسليح الجيش واماكن تمركزه والقوات فين والقوات دي بتعمل ايه وبتتصرف عليها ازاي. عمرو اديب قال لك ايه يعني ما كانش بيقولوا لميركل ايه لا. رايك في الامن القومي الالماني؟ ما هو بقى ومين اللي سجل لميركل بقى؟ ما هو مين اللي كان بيسجل لميركل؟ ما هو دي كانت فضيحه عالميه برضه للامريكان. ده معناها ايه؟ معناها ايه؟ انه اللي قدر يوصل لاختراق بالحجم ده قادر ان هو يوصل لاختراقات ثانيه. الشفافيه مطلوبه بقى هنا. الـ الـ الاسلوب اللي هو بتاع اصله انتم ما شفتوش فيلم ولاد العم على راي يعني المؤلف بالمناسبه اللي طلع النهارده يتكلم وقال لك الحكايه يعني ناقصه بقدونس. يا جماعه الاستخفاف بالراي العام بالشكل ده حاجه خطيره جدا. المساله هنا اطلع قول انه في تقصير شديد جدا وحاسب المسؤولين. اطلع اعمل كده. موضوع بقى القضيه والمكان اللي كان جوه التسريب ده موضوع تاني خالص، دي قصه تانيه خالص، دي كارثه. بس انا برضو مش قادر افهم هم بينكروا ليه اللي هم سبق قبل كده والناس كلها عارفاه. انا هي القضيه دي اول اتهام للدكتور محمد مرسي كان امتى؟ ومن ساعه من 3/7 لغايه الاتهام ده الناس كلها عارفه ان هو كان محتجز. اطلع قول كده، اطلع قول ده كانت في اجراءات ضروريه لانه في حاله في الشارع وفي حاله عزل الرئيس والرئيس ده لو خرج ان في حاله مشكله لو هو اعترف بده. انا بقول لك بقى ما انا هي هيقول انا مزور. ايوه ما هي الحكايه في ايه بقى؟ انت اصلا ليه احتجت ان انت تعمل ده كله؟ اذا كان انت نفسك والناس كلها والعالم كله ومنسقة الاتحاد الاوروبي استجابت لعزل الشعب يا عم لا ده منسقة الاتحاد الاوروبي في اراده شعبيه منسقة الاتحاد الاوروبي لما كانت جايه لما كانت هنا كانت عارفه ان الراجل ده موجود ومحتجز ولسه القضيه ما 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 اتحكمش فيها. القاضي ما قالش احتجزوه. انا هنا بالنسبه لي الحكايه ايه؟ يا عم اطلع قول انه في خطا وانه الناس دي في حد قدر يوصل واحنا هنجيب اللي عمل ده لسه ما جبناهوش بس هنجيبه. لكن الموضوع يطرمخ عليه كده لا. خلينا نرجع لسيادة المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق. سيادة الوزير يعني موضوع أن جهة دولية زي الأمم المتحدة من الممكن أن ترعى تحقيق مستقل ودولي للتحقيق في هذه القضايا بناء على هذه التسريبات، هل هذا وارد أم لا؟ والله دعني في البداية أشير إلى خطورة ما تضمنه التسريبات وكيف توصل من حصل عليها من هذا الأمر. وهذا يعني أن الباب مفتوح لجيلات أخرى من الممكن أن تمس كافة المسائل المطروحة في الدولة، ودي مسألة في غاية الخطورة. دعني أيضا أشير إلى أن الأمم المتحدة الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أصدر قرارا رقم 39 لسنة 2013 طالبت فيه أو أوضحت فيه أن اعتقال السيد الرئيس محمد مرسي ومستشاريه تعسفية ودون سند قانوني، وأن هذا القرار قد صدر عندما تأخرت السلطات المصرية في الرد على استفسار الفريق الأممي بشأن هذا الاعتقال في 7/8/2013، يعني بعد أكثر من شهر من احتجاز الرئيس. النيابة العامة في أول تقرير لها في أول بيان كان يوم 1/3/2014 أعلنت أن مكان احتجاز الرئيس بعد عزله في 3 يوليو الماضي أكد المستشار إبراهيم صالح ودورت اسمه في التسجيلات أن مرسي كان محتجزا في قاعدة أبو قير العسكرية بالإسكندرية. وبعد صدور قرار اللواء محمد ابراهيم باعتبار قاعده ابو قير العسكريه سجنا عموميا سمي بسجن ابو قير شديد الحراسه، طبعا ده ضرب من الهاد والتهريج. وزير الداخليه لا يملك اقتطاع جزء داخل في ملكيه او منفعه اي وزاره اخرى لكي يصدر قرار باعتباره سجنا عموميا، لابد من صدور قرار اولا بتخصيص هذا الجزء للمنفعة العامة ويخصص لوزارة الداخلية التي تخصصه لما تريد يعني. لكن نعم اتفضل. على مستوى القانون الدولي هل من الممكن أن يكون هناك أمر نافذ للأمم المتحدة والجهات القانونية الدولية والمحاكم الدولية في هذا الشأن بأن مثلا من الممكن الطعن الدولي في قضية التخابر وقصر الاتحادية وقضية حبس مرسي وما إلى ذلك؟ والله هي مسائل في غاية الخطورة اللجوء للجهات القضائية الدولية، يعني مسألة في غاية الخطورة. إنما الذي يدفع الناس إلى التفكير أو إلى اللجوء إلى هذه الأساليب
إنما هو غياب القانون في مصر غيابا شبه كامل، لا يلتزم بالقانون إلا بعض القضاة وبعض المسؤولين كالمستشار هشام جنينة مثلا. أما باقي المسؤولين للأسف الشديد يهدرون القانون تماما ولا يقيمون له وزنا، وأن النظام الحالي كما يبين من تصرفاته ينظر إلى الدستور والقانون باعتبار. طيب يا سيادة الوزير، سيادة الوزير، عرفنا دلوقتي أن في حظر نشر وأن اللي هيساهم في نشر هذه التسريبات التي قيل عنها من قبل النيابة أنها مفبركة وسيتم محاسبة القائمين على هذه الفبركة، إيه الضوابط والمعايير اللي على أساسها يأمر النائب العام بحظر التداول أو النشر؟ النائب العام محقق بصفة عامة بيأمر بحظر النشر إذا كانت الأمور تتعلق بالنظام العام أو الآداب طبقا للمادة 193 عقوبات، إذا كانت مراعاة للنظام العام أو الآداب أو تفيد في ظهور الحقيقة. مسألة حظر النشر والعقاب عليها نرتد أيضا لمسألة مدى التزام واحترام القانون. القاضي محمد شيرين وهو يحقق قضية قضاة البيان أصدر قرارا بحظر النشر في هذه القضية، وكان شبه أسبوعيا يصدر قرارات وتصريحات من واقع القضية، بل أنه جريدة الوطن ظلت لعدة أيام تنشر مذكرة محمد شيرين وتنشر أجزاء من التحقيقات وتنشر محضر التحريات الملفق. يعني لك أن تتخيل يا سيدي، كما هي صورة طفق الأصل لما حدث، لك أن تتخيل أن دولة تقوم بالتزوير في جانب كبار رجال القضاء وكبار رجال الدولة، فماذا يكون مصير العامة؟ نعم. هذه أمور في غاية الخطورة لا يدركون أثرها. طيب سيادة المستشار، أرجو لو تبقى معي نشوف رأي الناس إيه في هذه القضية وهذه التسريبات اللي ما زالت ردود الأفعال حواليها من السلطة بتتداعى حتى هذه اللحظة. حسام؟ نعم إيمان، لليوم الرابع على التوالي يتصاعد هاشتاج تسريب مكتب السيسي ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ويجبر الإعلام المرئي والمقروء على تناول تلك القضية أو ذلك التسريب. نبدأ بنور على فيسبوك مصر الليلة بتقول دليل على أن التسريبات حقيقية، وكمان سويرس أكدها وبيتحجج بالأمن القومي. ده تعليق نور. أحمد سالم بيقول عندما لم تفلح خطة اعمل نفسك ميت، أصبحت الخطة الآن هي التشكيك في صحة هذه التسريبات وإنها مصطنعة ومفبركة للتغطية على هذه الفضيحة العالمية. من وجهة نظر أحمد سالم، أيمن بيقول أن لا شايف لهوس ولا غيره ولا في أي حد مهتم للموضوع الخايب ده، ودي وجهة نظر أيمن أيضا. أما هاني بيقول هيقولوا إيه ولا إيه، كل واحد منهم لو قال وجهة نظره الحقيقية هيتسرب له، يعني هيتسرب له، فبيقولوا أي كلام لحد ما السكريبت الموحد يجي. ننتقل إلى تويتر، نبدأ بأحمد عبد الهادي بيقول أعطني إعلام بلا ضمير أعطيك شعب، يقول على التسريب متفبرك أحمد عبد الهادي. أما صفاء بتقول لأنه حقيقي وليس مفبرك، وده معناه أن نهايتهم قربت، لأن ده معناه أن في حد أكبر من السيسي ونسيين أن ربنا أكبر من أي حد. صفاء عامر. أما أسامة بيقول سحرة فرعون سجدوا ربنا عندما رأوا الحق، أما سحرة السيسي اللي هو الإعلام شايفين الحق كل يوم وبيحولوه لباطل ليضلوا الناس. تغريدة أخرى أيضا من أحمد بيقول أصل شكلهم وحش قوي لما دول يتسجل لهم، أمال الصغيرين يتعامل فيهم إيه؟ أيضا تغريدة أخرى من أبو أحمد بيقول إن الإعلام المصري بيشتغل على سطر ويسيب سطر، المرة دي لازم يشتغل على السطر والسطر كمان اللي بعده. أما حساب أسامة بيقول لأنهم تيقنوا من صحة التسريبات، وإذا كانت الرؤوس الكبيرة مش قادرة تحمي مكاتبها هيكون هم محلهم إيه؟ واللي على راسه بطحة هو عارف نفسه. صح، ده كلام زين. شكرا لك حسام. طب أستاذ محمد القدوسي، هو الموضوع اللي فيه هوس ولا حاجة؟ أحد المعلقين بيقول لو هو ما فيهوش هوس ما كانش هو نفسه علق، فهو بيكذب نفسه. أنا عايز أقول لحضرتك أنه بس أنا عايز أشير لأهمية هذا التسريب في ذاته. الكلام اللي قاله ياسر لواري، أستاذ ياسر لواري، أنه طب واللي جاي بعد كده ده كلام مهم، لكن كمان التسريب ليه؟
التسريب ده بذاته مهم ليه؟ لان هناك جريمه واضحه، هي جريمه احتجاز المواطن محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي الذي كان يعمل رئيسا للجمهوريه وما زال في تقديري حتى هذه اللحظه، لانني لا اعترف لا بالانقلاب ولا بكل ما ترتب عليه، محتجز بشكل غير قانوني في مكان غير مخصص لاحتجاز المدنيين. هذه الجريمه مش بس جريمه في حد ذاتها، لا دي كمان يمكن ان تكون دليلا واضحا على ان ما جرى في 3/7 هو انقلاب عسكري، انه في الاخر لما خدوه يحجزوه خدوه يحجزوه في قاعدة عسكرية. وعندي متهم كان بينكر، كان لغاية 17/7 زي ما قلت لحضرتك يطلع المتحدث العسكري يقول لا محتجز ولا أي حاجة خالص، احنا متحفظين عليه في مكان أمين، يطلع بعد كده يقول لك ده متهم عندي من 2/5، فهو بيكذب. إذن لدي جريمة واضحة، هذه الجريمة هي دليل على جريمة أخرى، ولدي متهم كان ينكر وفي يدي الآن دليل لا يقبل إثبات العكس على سلسلة هذه الجرائم كلها. دي النقطة القوية. نمرة 2، ميركل دي كان بيتجسس عليها زي ما قال الاستاذ ياسر الامريكان. طيب هو حازم الببلاوي يطلع يقول قتلنا الناس في رابعه، امريكا كم ارتكبت من جرائم في فيتنام؟ هم لغايه امتى الناس دي هتفضل تعترف بانها سلطه احتلال ومحدش عايز يحرر مصر من هذه السلطه التي تحتلها؟ يعني حازم الببلاوي عامل مذبحه رابعه باعتبارها زي جرائم امريكا في فيتنام، عمرو اديب عامل فضيحه التجسس على انها زي فضيحه تجسس امريكا على المانيا. طب انت مين امريكا اللي كانت بتتجسس عليك؟ لا ده انا هقول لك على مصدر التسريب بشكل واضح، يوميه الرئاسه مسجله ريكوردنج منذ ايام الرئيس جمال عبد الناصر، كله بيتسجل في 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 كل الاتصالات وبتاع شغل الرئاسه. ما طلعوش تسريبات ليه على مرسي؟ طيب ما انا هقول لحضرتك اهو، لانه ما فيش حاجه تعيبه. يوميه الرئاسه كلها متسجله من ايام عبد الناصر، مكتب عبد الفتاح السيسي وعمل معامله رئيس الجمهوريه بقرار من عدل منصور من 3/7 كويس؟ اذا يومي دي يوميه مكتب عبد الفتاح السيسي اللي اتسربت، مين اللي سربها وتسربت ليه وبتاع؟ ما ده لا موضوع لا ده سؤال مهم عايز اساله لياسر الهواري. هو الاستاذ ياسر دلوقتي يعني في ناس اتكلمت كتير على الجهه اللي ساهمت في تسريب اذا صحت التسريبات، لان احنا لم يتسنى لنا كجزيره مباشر مصر نحن ولا انت ولا اي حد. نعم انا بتحدث عن نفسنا، يعني نحن لم يتسنى لنا التحقق من صحه هذه التسريبات. اذا ما صحت هذه التسريبات، هل هي صراع اجنحه كما يقولون؟ هل هي يعني جهاز غير، ام انه مجرد ضابط ممكن يكون سجل؟ يعني من وجهة نظرك إذا صحت هذه التسريبات من الذي سربها؟ من وراءها؟ كويس ان حضرتك في البدايه قلت ان صحت هذه التسريبات، لانه في النهايه برضو انت لا تقدر تجزم ان هي زعم، والا نبقى وقعنا في نفس الخطا اللي الطرف طبعاً الاخر بيعمله. صحيح. اللي هو فكره ان انا بقول من قبل اي تحقيق لا ده الكلام ده متفبرك، لا المفروض ان يبقى فيه. وهنا بقى انا اللي انا عايز اوصله ايه، انه وهرجعك معلش لحاجه كده في التاريخ، لما حصلت عند الامريكان الكارثه بتاعت بيرل هاربور، لما دمروا الاسطول الامريكي في اليابانيين، لما دمروا الاسطول الامريكاني في بيرل هاربور، اول حاجه عملها الامريكان ايه؟ اول حاجه شالوا قائد الاسطول وعاقبوه عقوبه علنيه، شالوا الرتبه بتاعته وعاقبوه عقوبه علنيه، وبعد كده عملوا تحقيق في الموضوع عشان يعرفوا الكارثه دي حصلت ليه. وبعد كده اعلنوا نتيجه التحقيقات دي، بس وهم شغالين قالوا احنا ايه بنحقق اهو. اول حاجه خالص اتعملت انه على الاقل الراجل المعلوم ده اللي هو جنرال بتاع الفور ستارز دوت شالوا منه الرتبه بتاعته. فين قائد الاسطول اللي شال هنا يا استاذ؟ ما انا بقول لك بقى يا استاذ محمد، هو ده اللي انا بقوله، هو بيستدعي ده اللي انا بقوله. عملوا ايه؟ اول حاجه جابوا المعلوم وعاقبوه، وبعد كده قالوا احنا بنحقق، وبعد كده طلعت نتيجه تحقيقات. هنا بقى فين بقى الكلام ده؟ اول حاجه واسهل حاجه للفشل هي الانكار وعدم الاعتراف بالحقيقه وعدم المحاسبه، فبالتالي يتكرر الفشل مرات ومرات ومرات. هي دي الحكايه، عشان كده الامريكان انتصروا في نهايه الحرب، لانهم بيعرفوا فين الخلل. نتيجه الاتحاد بقى قالت ايه؟ ده فلان ما كانش قاعد على الجهاز بتاعه لما اتقالت ان الاشارات ان في طيران جاي، ده فلان ده اتخاذل لما مش عارف ما امرش القوات بتاعه الدفاع الجوي ان هي تضرب في الهواء. يعني دي بقى هنا الموضوع، هنا بقى المساله، هنا الكارثه الاكبر ايه هي؟ انك انت من البدايه من بابه كده قلت لا خلاص انا الموضوع ده متفبرك ومفيش حد غلطان ومفيش حاجه. لا يا جماعه الكلام ده في منتهى الخطوره. لما يبقى اذا صحت زي ما حضرتك قلت، اذا صحت هذه التسريبات خلاص دي تبقى كارثه كبيره جدا. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لك ده راجل عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه. مين يبقى وراها لو هي صحيحه؟ مين بقى يبقى وراها؟ دي بيحددوا بقى ليه؟ لا وهذا ممكن يبقى جهاز السيسي وفيها السيسي وفيها ممدوح شاهين، ممكن يبقى حد مدسوس على من جوه الجهاز، وممكن يبقى حد جهاز مخابرات اجنبيه ودي كارثه ثانيه، وبرضه لو حد متصوص من جوه الجهاز برضه ما هذه كارثه ثانيه. هو سجل ايه ثاني؟ هي النقطه الاخطر، اللي سجل ده سجل ايه ثاني يا جماعه؟ مين يا استاذ محمد؟ انا والله انا الان انا لدي قضيه مفتوحه
وجاني دليل بيقدم لي دليل الإدانة فيها القضية. على فكرة التسجيلات حتى هذه اللحظة بالنسبة لي أنا المواطن محمد القدوسي هذه التسجيلات مؤكدة والجريمة حادثة وليس هناك مجال لإثبات العكس. ليه؟ زي ما قلت لك هو عنده يومية مسجلة يطلع اليومية المسجلة في الأيام دي ويقول لي لا تتضمن هذه التسريبات على إيد فريق قضائي موثوق فيه مراقبين دوليين. أنا مستعد للكلام ده لكن لأنه هو يعني أنا مستني التحقيق من الكلام اللي بيقوله الأستاذ ياسر، أنا مستني التحقيق من النائب العام اللي طلع من أول لحظة يقول لك قرار حظر نشر. طب قرار حظر النشر ده لصالح إشاعة الحقيقة ونصرها ولا لصالح قتل الحقيقة؟ هؤلاء مجرمون متلبسون يريدون قتل الحقيقة. سؤال أخير وفي إجاز دلوقتي الصحافة العالمية في الحقيقة والرأي العام الدولي واضح ان هو يعني مستهجن جدا هذه التسريبات وقال كلام كبير يعني وصف النظام الحالي بانه يعني بشتى الألفاظ الشنيعة التي يتورع يستنكر فيها ما حدث من هذه التسريبات. ردود الفعل هذه السلبية عن النظام المصري هتغير ايه في المشهد؟ شوف يا شوف يا عزيز، الاول هو ده زي ما قلت كلام كان في كلام على كاثرين أشتون انها راحت لمحمد مرسي، انا قلت ساعتها ورجعت قلت بمناسبه التسريبات ان كاثرين أشتون ضلع من اضلاع هذا الانقلاب، وقلت تيجي تقول لنا هي شافت ايه والا فانها متورطه مع هذه الاسماء التي سمعناها تتردد في التسريبات. دي نمره واحد. نمره اتنين اللي بيقول كده هتحب كده هنحب الجيش اكتر، عندي دي نقطه تهمني. هفكر جريا على ضرب الامثله بالدول الخارجيه لما كان ايام الحرب العالميه الثانيه وكان في مطار عسكري حربي اتبنى في منطقه ممنوع فيها المنشات المقلقه للراحه، فالناس رفعت قضيه على الجيش البريطاني وقالت وطلبت بازاله هذا المطار العسكري واتحكم لصالحهم وودوا الحكم لتشرشل، فتشرشل قال لهم نفذوه، فقالوا له ازاي ده احنا كده هنخسر الحرب، قال لهم لان تخسر بريطانيا الحرب خير لي من ان تخسر سمعتها القضائيه. الان سمعه القضاء المصري في الزباله وليس هناك من يهم ان يدافع عن هذه التوبه، كل واحد يهمه انه يدافع عن نفسه عن كرسيه. هؤلاء الذين تسربوا الى معبد القضاء في مصر ودنسوه لا يهمهم الا سمعه القضاء. مع المستشار احمد سليمان. سياده المستشار، طبعا يعني الاعلام الاجنبي في الحقيقه وصف تسريبات مكتب السيسي بانها اصليه وليست مزيفه، وقال ان تسجيل هذا المسرب يظهر قاده الانقلاب على حد قولهم كعصابه مجرمين، وان مصر تقع تحت حكم مشروع اجرامي بقياده جنرالات عسكريين ووصفهم بالقتلة والسفاحين والمرضى النفسيين. أيضا صحيفة التلغراف البريطانية قالت أن المسؤولين الحكوميين رفيع المستوى يبدون ضعفاء للغاية، فكيف يتم اختراقهم بهذا النوع من التنصت؟ أيضا موقع ميدل إيست البريطاني يعني كان له كلام تاني، قال يعني أن تحدث عن أبطال التسريب بأن هم في التزوير يتقنونه أكثر من غيرهم. كل هذه الأوصاف يعني ألا تنعكس على سمعة القضاء المصري؟ بغير شك أن القضاء المصري يمر بمحنة لم يمر بها طوال تاريخه، وللأسف الشديد الأحكام معيبة من عدة نواحي. الأحكام تصدر بناء على محاضر تحريات ملفقة ومزورة. التزوير وصل إلى حد الاتهام لكبار رجال القضاء وكبار رجال الدولة، فماذا يكون باقي أفراد المجتمع وماذا يكون الموقف إذا خصوم سياسيين؟ هناك إسراف في كيل الاتهام، هناك حبس احتياطي دون توافر شروطه، وقد أصدر هذا النظام مرسوما بالقانون فتح به الحد الأقصى لم يعد للحبس الاحتياطي حد أقصى. هناك مصادرة لحق الدفاع كما حدث في محكمة جنايات المنيا، وطلع الزندي يدافع عن الحكم، وطلع المستشار نير عثمان في مؤتمر صحفي عالمي يدافع عن الحكم. هناك أحكام بتصدر بناء على عقيدة مسبقة، هناك بوستات على الفيس قضاء يهاجمون الإخوان المسلمين ويفصلون في الوقائع الخاصة بهم. نعم. هذه أمور في غاية الخطورة. شكرا جزيلا لك سيادة المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، وضيفي في الاستوديو محمد القدوسي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وياسر الهواري عضو ائتلاف شباب الثورة. شكرا جزيلا لكم جميعا. عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. جميل احترم، بس اللي احترمه بقى بعد
مع بدء تطبيق تعديلات قانون المرور الجديدة، هل تفلح عصا العقوبات الغليظة في إعادة انضباط الشارع المصري؟ من المنظومة المرورية تحتاج إلى تطوير شامل؟